Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verdi ki, doğrudur mu ki Muaviye radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu'ya minberlerden lənət oxuyub? Yox, kəzildi bu. Qarşı tərəf deyil, İbn Kəsir də bu xəbər keçir. İbn Kəsir də, yəni o ola bilsin ki, tarix kitabında deyə bilər. Amma hətta orada belə inanmıram. Hətta olsa belə bu kəzibdir, bu yalandır, bunun əsli yoxdur. Belə bir şey baş verməyib. Hətta İbn Kəsirdən başqa da tarix alimləri bunu zikr ediblər. Hansı ki, Əhlüsünnə və etiqadında məşhur olmayan tarix alimləri, Əhlüsünnə kimi məşhur olmayan, tanınmayan tarix alimləri bunu zikr ediblər. Güya Muaviyə radiyallahu anhu minbərdən Əli radiyallahu anhu lənət eləyib. Bu səhih deyil. Belə bir şeyin əsli yoxdur və bu yalandır, iftiradır, böhtandır. Muaviyə radiyallahu anhu Əli radiyallahu anhu-ya nə lənət etməyib, nə də ki minbərlərdən onu sövməyib, belə bir şey baş verməyib. Barakallahu fik. صحيح سنن ابن ماجه تأليف محمد ناصر الدين الألباني مجلد الأول صفحة 57 عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه في الحاشية يقول فنال منه أي نال معاوية من علي عليه السلام وتكلم فيه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ثم ذكر فضائل الإمام علي عليه السلام يقول صحيح سنن ابن ماجه بتحقيق شعيب الأرناؤوط الجزء الأول صفحة 88 عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ثم يذكر فضائل الإمام علي عليه السلام الحاشي يقول حديث صحيح وهذا سند رجاله ثقات سنن ابن ماجه بشرح السندي مجلد الأول صفحة 86 نفس الحديث ونفس السند يقول السندي في الحاشية قوله فنال منه أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي المصنف لابن أبي شيبة مجلد 17 صفحة 101 حديث 32741 في الحاشية يقول إسناده قوي ورواه بمثل إسناد المصنف ابن ماجة حديث 121 حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم عن عبد الرحمن صفحة 102 ابن السبت عن سعد قال قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد فذكروا عليا فنال منه معاوية فغضب سعد فقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له ثلاث خصال ثم يذكر فضائل الإمام علي عليه السلام العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي الجزء الخامس صفحة 114 ولما مات الحسن بن علي حج معاوية فدخل المدينة وأراد أن يلعن عليا على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له إنها هنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى بهذا فابعت إليه وخذ رأيه فأرسل إليه وذكر له ذلك فقال إن فعلت لأخرجن من المسجد ثم لا أعود إليه فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد فلما مات لعنه على المنبر صفحة 115 وكتب إلى عماله أن يلعنوه على المنابر ففعلوا فكتبت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله إلى معاوية إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه وأنا أشهد الله أن الله أحبه ورسوله فلم يلتفت إلى كلامها صحيح مسلم صفحة 1205 عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال سعد أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه ثم ذكر فضائل الإمام علي عليه السلام إلى آخر الحديث منهاج السنة الأموية للجاهل بالإسلام ابن تيمية صفحة 23 يقول ابن تيمية وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى فقال ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب فقال سعد ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه
إلى أن يقول فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. فتح المنعم شرح صحيح مسلم الجزء التاسع للأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين صفحة 332. أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا المأمور به محذوف لصيانة اللسان عنه، والتقدير أمره بسب علي عليه السلام، وكان سعد قد اعتزل الفتنة، فقال ما منعك أن تسب أبا التراب، معطوف على محذوف، والتقدير أمر معاوية سعد أن يسب عليا فامتنع، فقال له ما منعك. ويحاول النووي تبرئة معاوية من هذا السوء، وهذا تأويل واضح التعسف والبعد، والثابت أن معاوية كان يأمر بسب علي. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. عن سعيد بن جبير قال كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون، فقلت يخافون من معاوية، قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي عليه السلام. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ويقول الحاكم حديث صحيح، هل وافقه الذهبي؟ لنشاهد. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري جزء الأول صفحة 636. نفس الحديث، يقول الذهبي في الحاشية قال في التلخيص على شرط البخاري ومسلم. صحيح ابن خزيمة الجزء الأول صفحة 1334. كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون، فقلت يخافون من معاوية، قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي عليه السلام. يقول في الحاشية إسناده صحيح. سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي الجزء الخامس. يقول السندي في الحاشية وبهذا ظهر منشأ الخلاف بين العلماء في التلبية في عرفات، وظهر أن الحق مع أي الفريقين، يعني الحق مع علي عليه السلام، من بغض علي أي لأجل بغضه أي وهو كان يتقيد بالسنن، فهؤلاء تركوها بغضا له. سير علم النبلاء للذهبي سير الخلفاء الراشدون صفحة 210. وروى عمر بن علي بن الحسين عن أبيه قال قال مروان ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم، يعني عليا عن عثمان، قال فقلت ما بالكم تسبونه على المنابر، يعني يسبون الإمام علي عليه السلام، قال لا يستقيم الأمر إلا بذلك. رواه ابن أبي خيثمة بإسناد قوي عن عمر. منهاج السنة الأموية للجاهل بالإسلام ابن تيمية صفحة 88. يقول شيخهم ابن تيمية أن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وهذا وعد منه صادق، ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، لا سيما الخلفاء، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما، وكانوا خير القرون، ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. إذن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكلهم في الجنة كانوا يبغضون علي ويسبونه ويقاتلونه. المسند لأحمد بن حنبل عن أبي عبد الله الجذلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي أيسب رسول الله فيكم؟ قلت ما عز الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سب عليا فقد سبني. إسناده صحيح. وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل. رواه المخلص في الفوائد المنتقات بسند صحيح.